مدينة الحديدة التي تلوح من بعيد كهدف قادم لعمليات التحالف العربي لا تزال تحيطها التجاذبات، وتبدو عملية السيطرة عليها من قبل القوات الشرعية محاطة بالكثير من المحاذير التي تضعها أطراف دولية عدة. فبعدما يبدو أنه ضوء أمريكي أخضر لسرعة السيطرة عليها من قبل القوات الشرعية، جاءت تحذيرات موسكو من مخاطر هذه العملية لتدعم مواقف بعض القوى والمنظمات الدولية العاملة تحت سقف الأمم المتحدة، وهو ما يشير لأن هذه العملية المرتقبة قد تأخذ بعض الوقت لتبدأ. في تطور جديد، دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى وضع ميناء الحديدة تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، وذلك من أجل تسهيل تدفق الإمدادات الإنسانية، كما طالب في الوقت نفسه بوضع حد لاستخدام الميناء في تهريب الأسلحة والبشر التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والمخلوع. تأتي هذه الدعوة في أعقاب هجوم تعرض له قارب مهاجرين يوم الجمعة الماضي، تسبب بمقتل أكثر من 40 مهاجرا صوماليا كانوا في طريقهم إلى السودان، ونفى التحالف مسؤوليته عن الحادثة. تتهم السلطة الشرعية والتحالف ميليشيا الحوثي والمخلوع باتخاذ ميناء الحديدة منطلقا لعمليات تهدد الملاحة الدولية، فيما تأتي دعوة التحالف هذه وكأنها محاولة اختبار للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي الداعي لإيقاف العملية العسكرية. ولكن ما يبدو أكثر واقعية أن ميليشيا الحوثي والمخلوع لن تتخلى عن الحديدة ومينائها إلا في حال خسارتهما عسكريا، خاصة بعد أن أصبحت المدينة بمثابة الشريان الوحيد الذي يمد سلطتها في صنعاء بالحياة.